البعض بيتساءل بعد تألقك في كمدير فني مع أولمبيك أسفك وتحقيق المركز الرابع والنهوض بيهم بشكل كويس، ليه فين طارق مصطفى ما بيدربش في مصر ليه؟ لا السؤال ده يعني مش انا يعني مش انا اللي اجاوب عليه او مش انا اللي اتسائله. انت تفتكر مثلا في وقت تألقك كمدير فني وخصوصا بشكل لافت للنظر الفترة الأخيرة، هل تلقيت عروض من أندية مصرية؟ كان في بعض الأخبار برضو كأنك اتعرض عليك منتخب الناشئين. لا بص حتة المنتخبات بصراحة، حتة منتخبات الناشئين أنا رافضها بقالي بتاع 10 سنين بصراحة. يعني أولا أنا ما مسكت منتخب الأول مع كابتن حسام البدري مدرب عام المنتخب الأول، شرف ليا طبعا وشرف لأي حد أن يكون موجود في المنتخب، خاصة أن أنا واحد من الناس اللي ادت المنتخب يعني الحمد لله وكل الناس تشهد بذلك. ولكن اللي عايز أقوله لك، أنا حتى بعد تجربتي مع كابتن حسام اللي أنا بشكره عليها وبحترمه جدا وبحبه جدا على المستوى الشخصي، لأنه حاجة شرفت ان انا اكون موجود معاه بصراحه، انسان محترم وانسان على خلق عالي جدا. طلعت بعديها وقلت انا حتى مدرب عام منتخب مصر بالنسبه لي خلاص الموضوع انتهى. يعني ما يعني طارق مصطفى خد قرار انه ما ينزلش من بدري؟ ده من بدري، ده من بدري، لان انا هدفي الحمد لله منتخب مصر الاول كمدير فني. انا شفت اشتغلت مع كابتن حسن شحاته ولي الشرف، اشتغلت مع كابتن حسام البدري، اشتغلت مع كابتن طارق يحيى قبليهم 7 سنين كانوا كلهم نجاحات. عندي طموح ان انا ابقى موجود الحمد لله في المنتخب الاول ان شاء الله كمدير فني، ولكن كل زي ما يقولوا كل وقته ليه ادانه. فانا عارف الخطوه ان شاء الله الجايه باذن الله ربنا يوفقني فيها فين، اللي بعديها فين، اللي بعديها ان شاء الله منتخب. انا الحمد لله بحمد ربنا عشان كده بشكر كل الاعلام في المغرب، بشكر كل النقاد، بشكر الجمهور. انك تاخد احسن مدير فني اجنبي في الدوري المغربي دي مش سهله، مدربين كتير جدا اجانب موجودين، انك اول 4 اسابيع او 5 اسابيع تاخد احسن مدرب في الجوله، ده الحمد لله والشكر لله ما بيجيش من فراغ. يعني الناس عندهم نظره وبشكرهم عليها. هنا بصراحه المعايير مختلفه شويه، خلينا نتكلم بصراحه. انا طارق مصطفى ولا ليا ان انا بتكلم كتير ولا بظهر كتير ولا ان انا ليا علاقات بشكل كويس، ولا احب حد يعني اكلم كلمة. حد عشان يكلم لي. انت شايف صعب ان جدا حاليا صعب في مصر جداً. الامور بتصير بالشكل ده، الامور واضحه، لانك انت ما ينفعش انت تكون مثلا منزل فرقه النهارده وتاني يوم تمسك نادي. صعب جدا هنا، عشان كده بقول لك هناك الموضوع ان انت تمسك نادي واحد ما وفقتش، مش هقول لك بقى فشل، لا ما وفقتش مش هتمسك تاني طول السنه.